أخبار نادي الزمالك. أخبار نادي الزمالك هو خبر الحقيقة في غاية الأهمية. الكرة دي كل يوم فيها مستجدات وكل يوم فيها جديد. أي حد في مصر تسأله سؤال سامسون أكينولا يضحك. يضحك يقول لك يا عم صفقة أصل موضوع حكاية رواية. أنا بس القصة دي هتغير من رؤية حاجات كتيرة جدا بنتكلم فيها دايما. أحيانا يبقى لاعب سي في كويس ولكن هو مش متأقلم، الكيمياء مش ماشية، مدرب يصحيك ومدرب يخلص عليك، مدرب عارف يشغلك ومدرب لأ. أي إدارة أول حاجة جت أو أي مدير فني جه في نادي الزمالك كان قراره يعني أكنولا هاتوه كده شوية. الإدارة الجديدة لما جت أول مثلا إيه اعرضوا لي البيع. وده طبيعي لأن الراجل بعيد قوي، بعيد، يعني حتى الفرص اللي أخدها ما قدمش حاجة خالص. الزمالك عمل ماتشات ودية الفترة اللي فاتت. بيقول لك سامسون أكينولا في الماتشات الودية مكسر الدنيا. أنا على فكرة معرفوش، لأن بعض الناس تقول لك إيه كسر الدنيا إزاي يا عم الحاج؟ أنا معرفوش. يعني أنا في النهاية لا أعرفه ولا في موضوع ولا في قصة، ولكن هي دي الحقيقة. وما تيجي حقيقة بندي الناس حقها. الراجل ده في الماتشات الودية عامل شغل جامد جدا، في ماتش بيراميدز الأخير محرز هدف وعامل مباراة جيدة، ولكن في الماتشات الودية اللي لعبها الزمالك عامل تألق كبير. ده خلى الإدارة الحالية لنادي الزمالك تديله فرصة تانية وترفض رحيله في الوقت الحالي. يعني الراجل ده لو جاله حاجة في يناير إدارة الزمالك مش هتطلعه؟ لا حضرتك مش هتطلعه. مش هتطلعه؟ يا عم والله لا. الراجل ده مأدي بشكل رائع جدا جدا جدا، فما اعتقدش ان هو يعني الناس هيكون فيه فرصة ان هو يطلع. ده مش هيحصل. فدي من المفاجآت. دي من المفاجآت. واعتقد ان بعض الناس برضو تقول هو الزمالك هيجيب مدير فني اجنبي ولا لا. معلوماتنا الحالية، لان احنا بنجيب المعلومات فاحيانا اليوم بيومه، يعني كل يوم جديد ايه الناس وصلت لايه. الناس مستقرة في نادي الزمالك على مدير فني اجنبي، واعتقد ان مسألة وقت حضور المدير الفني الأجنبي مسألة وقت، ولكن كابتن معتمد جمال باقي مع نادي الزمالك. معتمد جمال على فكرة مدرب كبير، يعني مدرب كبير ومدير فني كبير، هيكون عنده فرصة كبيرة جدا 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 الفترة اللي جاية.